السلام عليكم، الله يعطيك العافية الله فنينا الكبير يعافيك. بلال الشناط أبو حسام. الله يعافيك. طيب احنا بنشوف شغلك الحقيقي والأصلي، ما شاء الله أنت صرت فني لجميع المدافع. الله يعزك. بصراحة المواطن الأردني مشكلة التدفئة صعبة له. نعم صحيح. بدنا تفيدنا بحق الله، شو بتنصح المواطن في الأيام هاي؟ مغلبهم هالايام هاي صوبات الكاز. اول شيء الله يمسيكم بالخير الجميع. يعني بنشوف دائما كل ما امر عندك دائما فعلا تصلح. شو اكثر مشاكل هالكاز مثلا؟ كاز فتايل. فتايل تعيسه. فتايل فتايل فتايل. طب من وين بلاقي فتيله كويسه؟ ما في، في كويس ولكن اصلي ما في، اللي هو طوكيو جبار. بس في شيء كويس اللي هو اولها قطن واخرها قطن. عادي مش دعاية، احنا بننصح ولو عملنا دعاية مش غلط، بس هو مش دعاية. اللي هي هاي اولها قطن يا عمورة. هاي منيحة بنشتغل عليها، اولها قطن واخرها قطن وبتنقع بسرعة بالكاز. منيحة. طيب كثير ناس بيشكوا من انواع الكاز. هو الكاز نحكي زمان كان نشتغل فيه دينا يبشتن من نظافته. هسه بعرف شو صاير له الكاز. انه شو مثلا؟ احتمال يكون واصله مي، واصله. طب كيف يتاكد وشو افضل اماكن يشتروا منها؟ افضل انه ياخذوا من كازيات نحكي ابارها حديثه. مثل الشركات العالميه الانجي هل بتشوفها شغلها مرتب يعني الكاز؟ بدون ما نذكر الكاز برضو احد المشاكل بواجهوها. طب قبل ما ننتقل للثانيه، مين اكثر فعلا صوبه بتعطي حراره للبيوت البارده؟ والله انا بفضل الغاز. الغاز. نعم. ندخل في الغاز، شو رايك؟ كثير مشاكله بسيطه جدا علينا احنا كفنيين كمان، صحيا وصحيا ممتاز. بس الافضل ينعمل كل سنه تشييش. التشييش كالتالي، لازم يتبدل له هاي الكبسول الاوتوماتيك، شايفها عمر؟ مع فاله كريستاليه، شايف باستمرار. لايش؟ هاي للفلات الثلاث. او نعملها التشييش اللي هو التنفيخ، خاصة عدم المؤاخذة. أنا هذيك اليوم كتبتها نكتة، المواطن الأردني بيشتري ثلاث شعلات وأربعة بس بيشغل شعلة واحدة، فيضل يشيش عليها الشعلة لأنه كل الضغط عليها. نعم، وأنا بنصح إنهم يعملوا. يعني أفضل إشي فعلا الغاز كنظافة وصحيا للأطفال اللي عندهم ربو. وأوفر كمان. وأوفر. نعم صحيح وأوفر. نعم. في صفات بدون ذكر أسماء بتنصح فيها لصبات الغاز؟ في ناس بلاحظها زي الورق، رخيصة ب 30 ليرة. خليهم يختاروا الصبة الثقيلة. ثقيلة يعني يحس البادي تبعها. البادي تبعها ثقيل، هاي كويس. بتوجه نصائح في ناس. نعم. بس بصير يحس هيك عينه بتدمع. في ناس بقول لك هاي ما بتقطع الأكسجين. لازم تغير التوماتيك، هذا اللي حكيت عنه، الكبسولة مع الفالة. بتدمع ريحة الغاز وريحة الأشياء هاي وكذا. يعني بدها حذر برضه. طبعا أكيد. الساعة البربيش. آمن، صوبة الغاز آمنة. مظبوط. وصحيا لهالاطفال. نعم صحيح. الكهرباء. الكهرباء مصروف عالي، ما في شيء ما بيناسب الدخل المواطن الاردني. اسمه توفير طاقه من الكهرباء، تتحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حراريه. بتزيد. بتزيد طبعا اكيد. في ناس بفكر انه كل ما زادت يعني استهلاكها 3000 و4000 انها اقوى، بس هي فعليا دمار. زي السياره بتشغل بتطلع على العمان بدها تصرف. شو بتطلع يعني حسب المواطن في الأردن؟ ما بتنصحنا نهائيا نتجنب الكهرباء. الكهرباء طبعا حمل. الغاز أدفى بس مشاكلها كثيرة. الكاز أدفى، دايما الكاز أدفى وبتشبع عليها الضوء. طيب شو رأيك في المكيف اللي بيستعمل مكيف في البيت؟ بعطيك حرارة بس نشاف ناشفة. يعني في ناس بيقولوا بيأثر على عيون كذا. أفضل شيء الغاز عمر الوقت الحالي، وأرخص شيء الغاز، وأنا بنصحكوا أنه على الغاز أعطاله خفيفة ما بغلبكم بس اختاروا. طب بعد هالنصائح انا حابب اعمل لك دعايه، بدنا موقع محلك وين استاذ بلال؟ احنا موجودين بالهاشميه، لواء الهاشميه، هاشميه الزرقاء، اطلوع البلديه، نهايه اطلوع البلديه، زاويه زلوم قبل الطيبات ان شاء الله. يعني انا بوصيكم ببلال، وهذا الفيديو مش دعايه، هذا نصائح لكم، لكن من باب الدعايه بوصيكم تيجوا تصلحوا عنده، لانه بلال خبير فعلا كهرباء وغاز ما شاء الله، فتح وكان في عند الحشحوش برضه، واي صيانه غير الغاز بيصلح برضه غازات، بتصلح غازات وكذا. بس مبدئيا بالشفية بنشتغل صوبات. بالتوفيق اخونا بلال، نتمنى هالنصائح هاي الكل ياخذ فيها ان شاء الله. سلام.